شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان مستقبل مستدام للجميع، الهيكل المالي الدولي للقرن 21، وذلك ضمن فعالية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت رانيا المشاط خلال كلمتها بالجلسة أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل مستقبل عادل، موضحة أن الأدوات التمويلية التي تمتلكها البنوك التنموية متعددة الأطراف اليوم يجب أن تستخدم بطريقة تحقق أجندة المناخ والتنمية معا، مضيفة أنه من الضروري أن تعمل المؤسسات المختلفة معا لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة وسد الفجوات التنموية المختلفة.